خلينا نشوف انت ايش قد جبتي من نقاط. تفضل شوفي. تعالي. اذا السؤال الاول كان مادة يتم نقلها من خلال صهريج. قلت الذهب. والذهب يشيلونه؟ لا. ام عبد الله قالت النفط. وممكن بنزين. ممكن مي. صهريج يعني ذهب. ما عشو. هذا الا ذهب سائل. خلينا نشوف الان. السؤال الثاني شيء مرتبط بالحشرات. ايش قلتي؟ مبيد. ايش قلتي؟ مبيد. مبيد، نعم، صح. 30 نقطة. السؤال الثالث كان اسم روائي عالمي. قلتي؟ لا ما عرفت. ما عرفتي؟ إذا كان صفر. السؤال الرابع رياضة تحتاج إلى الكثير من الركض. ايش قلتي؟ سباحة. قلتي؟ سباحة. السباحة. أو هذا. أو هذا دور علي يعني. وصفر. والسؤال الخامس شيء موجود في السيارة وانتهى الوقت فلم تجيبي فصفر. صارت الإجابات اثنيناتكم 95 نقطة. كان المفروض 200 نقطة حتى تفوزون بالجائزة. تفضل تفضل استاذ عماد. تفضل تفضل يمي. اي تعال تفضل تفضل. وين رايحة؟ تعال. احنا الان سعداء بعائلة الشمري انه وصلت الى مرحلة اسئلة السرعة. كنا نتأمل انه توصل الى 200 نقطة وتفوز بالجائزة، لكن ما حالفها الحظ، لربما اي حالفها الحظ في حلقة مقبلة. اذا انتظرونا اعزائي المشاهدين في حلقة مقبلة مثيرة، فانتظرونا دائما. وكان معكم دائما جواد الشكرتي. مع السلامة وتصبحون على خير. بما الله بما الله بما الله.